لا رحمن رحيم، شوفوا يا اخوان شو بيعملوا الجواسيس معانا. هذا سامسونج جالاكسي اس 5 شغال مثل ما تشوفوا. اول شي بنطفي التليفون، وبنفتح التليفون وبنطول البطارية. هاي البطارية بعدها تليفون جديد. هذا بأغلبية التليفونات السامسونج والايفون. شوفوا شو جوا البطارية، بتفتحوا البطارية ما بتخرب البطارية. شايفين شو هاد؟ هاي السودا بتفتحوها. جهاز تنصت مع جي بي اس، بيسمعوا كل اشي بتحكوه. شوفوا هي السماعة مع جهاز الجي بي اس، بتشيلها يعني ما تخاف البطارية ما بتخرب. هاي هون تبعوا البطاريات، وهيها هون موصلة في الكهرباء عشان يتنصتوا علينا ويتجسسوا. فبتسحبوها بتطلعوها اشي عادي ما بصير فيه التليفون. هياتها السماعة مبينة اذا شايفينها، بتسكروا التليفون بتردوا تلزقوها. هاي رجعت البطارية مثل ما هي، بنحطها بالتليفون وبنشغل التليفون، بيرجع التليفون يشتغل ما فيها شيء. رجاء نشر هذا الفيديو عشان الكل يعرف كيف بتنصتوا علينا، وشكري لكم كتير ومع السلامة.